تميزت الجهود المصرية تجاه القضية الفلسطينية بالثبات من خلال رفض الاستيطان وأي إجراءات إسرائيلية أحادية قد تعوق إقامة الدولة الفلسطينية مع دعم الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني، وعلى رأس هذه الحقوق عودة اللاجئين. خلال عقود من الزمن حرصت مصر على اعتبار القضية الفلسطينية قضيتها الأساسية على المستوى الإقليمي، انطلاقا من مسؤوليتها دائما إزاء أمن واستقرار المنطقة ودعم حقوق الأشقاء الفلسطينيين. مصر كانت ولا تزال تتحرك بشكل متزامن دائما مع كافة القضايا الخاصة بالملف الفلسطيني، حيث نجحت دائما في الحفاظ على مواقف أساسية ثابتة ترفض الحلول الأحادية التي تعيق إقامة الدولة الفلسطينية مثل الاستيطان والإجراءات التي تتخذها إسرائيل في القدس، مع دعم الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق العودة للاجئين. المواقف السياسية المصرية أظهرت الثبات في مواجهة التصعيد الإسرائيلي، على رأسها رفض أي عمليات عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة، ورفض عمليات التدمير والقتل الممنهج، ورفض مساعي تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر أو أي دولة أخرى. الموقف المصري الداعم للأشقاء الفلسطينيين ظهر بوضوح على لسان الرئيس السيسي، الذي أعلن بشكل واضح أن تهجير الشعب الفلسطيني لسيناء يمثل خطا أحمر بالنسبة لمصر. وقد أكدت مصر منذ اللحظة الأولى على أن هذا التصعيد يضر بالأمن الإقليمي للمنطقة ككل وليس فقط بالداخل الفلسطيني. في الوقت نفسه وضعت مصر خارطة طريق تضمنت تصورا شاملا لحل جذور الصراع العربي الإسرائيلي، ووصف بالحل العام والأشمل، إذ تستهدف الخارطة المصرية في المقام الأول تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة وإعادة إحياء مسار السلام، ثم التفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار، ثم البدء العاجل في مفاوضات لإحياء عملية السلام وصولا لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.